السلام عليكم، كيفكن؟ كيف اوضاعكم هون بهالمخيم بال بعد المطر؟ الخيم كلها طاحت، ما عندنا لا شيء ولا شيء فيهن، والله لا ضل شيء دحن، عايشين تحت رحمة الله، حرامات طافن، ما ضل عندنا شيء، وليك المخيم كله في منهن لهنا كله طاف، لا عندنا شوادر عوازل ما عندنا، ما عندناش الله وكيلك، والله حتى لا بيرين ما نقدر نشتري بيرين، أو العجال مشان خيو يشغلوا لهم صوبة، والله عجالنا قاعد زاكينهم على حلي ويش عم يرجفون من البر. بلكي تكون شيء بلكي تدعمون لي بشيء لهالقيام لهالشيء تسوون لي حال. كيف اوضاعكم هون بالنسبه للمنخفض هذا للعاصفه هاي؟ كيف تعاملتوا معها؟ والله تحت الصفر، اوضاعنا تحت الصفر، ما عندنا شيء. والله ما عندنا غير رحمة الله. لا عندنا منظمات تنطينا شيء ولا شيء. والله كل النهار قاعدين لا شغل ولا عمل. يصير لنا نروح على هالجبال نجيب لنا شوية حقبات ندفيها العجاج. جانا هاي المنخفض هذا. والله العظيم قاعدين لا شغل ولا عمل. والعز محتارين وين نروح يعني. لا عندنا لا بيوت ولا عندنا شيء. ولا عم يجيبوا لنا لا معينة ولا شيء ولا لحز ما يعطونا شيء. أبدا أبدا. داك شوفت عينك دار وحده حضرت على الخيمه بعد لي خيمه مليانه اغراض بعد ما عندي لا توادر ليها ولا عندي لا حدا عندي ظل مطر حصر سيارات برا من المطر كل شيء صاير برا ما عندي حتى دحل الخيمه هاي لي الاغراض مليانات مي طفنا من امبارح طفنا لليوم ليك الحصيرات برا سيارات لقيناها من برا وين نروح وين طيب ما عندنا لا مطرح نتقاوى به ولا شيء عندي عجيه صغيره كل النار مطعونه من البر تفضل تعال ما عندي شيء غير رحمه الله يا جبل خيو شو النسيان تعال تفضل تعال واحد وادر منكفة هاي الحصيرات اللي كنا موجودة تحتي تحتي كنا نهدين تحتنا هذا شيلنا الله وكيلك ما عندنا شيء تحت هاي الحصيرة تفضل شوف ما ظل عندنا لا حصير ولا شيء ابدا كل شيء خالص ما ظل عندنا شيء بلكي تنعتوا لنا هالامه العربيه بلكي الله هيك يبعثوا لنا شيء بعد العجيات بالمطر كل شيء بالمطر طيب من ايمت انتوا على الحالي هون بهالمخيم؟ من سنتين من نزحنا من الغار اجينا لهون للحزمة اجت منظمه واعطتنا خيم هاي كلها على حسابنا الخيم هاي للحز ما حد جاء واعطانا شوادر عوازل للحز ما حد انطانا شيء سله للحز صارنا سنتين ما عندنا سله شهريه والله يحرم اذا عندنا سله شهريه اي والله وما عندنا شيء خالص خالص ليك حتى المي طايفه كلها يا اخي الحرامات ما عندنا ما عندنا شيء أحوال الناس بلكي تدعونا بشيء يعني المهم بس هاتوا هاتوا العجينات هاتوا هاتوا تعالوا تعالوا اشوف فيك الخيمة هاي هاي تنوبة الخيمة هاي حاطين سلامة الله من غاد الخيام ما ينفات عليه كيفك؟ نحمد الله ونشكره شو أخباركم؟ والله كيفكم فعلا؟ هاي أخبارنا شو الأوضاع هون بهالمنخفض بهالعاصفة؟ يا أخوي اليوم أخوي نزلت أغراض برا شي نقلناه مشان ننشفه وشي ليه كان لحزتينها برا هاي حصيرتي وزتينها برا هاي هي وضع المخيم حتى ناتنا في الإعانات
ما في مساعدات. جابوا لنا مثلا فحم ما بينحرق حتى بالصبر ما انحرق. والله أكثر الناس باعت واشتريت بداله حطب أي شيء، ما بكفي شيء يعني حتى ما بيسوي شيء. تعال تعال شوف تعال تعال. كيف بالنسبة للخيم يعني قادرين تعيشوا فيها هيك في هالجو هذا؟ ما ينعش بالخيم خالص يعني، أنت بحط حالك بمحلنا يعني تتمنى تعيش ما بي ينعش يعني. يعني خلي يفوت من غير. تفضل إذا بتحسن تتأفى غوط تعمل تفرد فيها الخيم من جوا. يعني شايفة هاي على الأرض. أفتح لك الباب من هون. أنا من هون. من هون. يا تفضل شوف. مفوت عليهم كل شيء. هاي الخيمة لفوت. كان الطايف اليوم يعني، تفضل شوف اذا كان في ضوء جوا. هاي الطراريح اللي كلها مي. والخيمه كمان هاي فايت كمان عليها مي. السداجات حطيناها برا مشان ننشرهم كمان، ذيك السداجات. هلا عم ننشف الاغراض. نعين الله الحمد لله. هاي الجواد الارضي هون. هيك هذا الباب ونفوت على الخيمة من هون والأولاد. طيب شو أنتم بحاجتوا هون؟ والله بحاجة كل شيء يعني. شو بتتوقع مثلا يعني؟ هلا قرز ما في، برغل ما في، زيت ما في، ما في شيء خالص ولا إجانا شيء نهائيا. أهم شيء هلا في العاصفة يعني كمستعجل يعني. مستعجل أقل شيء للبيري للناس اللي بدها تدفى يعني. هالبرد أو مصاري، لو في مصاري كان أخبرناها يعني. أنت كل شيء تعمل بس نقوي حالنا منظمة بس مشان نقوي حالنا على القليلة، مشان عجياتنا عندنا عجيات بالمطر وبالهاي